عز كل عز نوم محلاش عياش يا غزالي وعلاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالك كيفاش يا حلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالك كيفاش يا حلالي وعلاش يا غزالي خليك هاي علاش يا ظهر وحاكم حبك يا الظلم ظهر وحاكم ساكن في دموعي وعندي تاني كل علام جيت وخليتني كل علام كوني وعندي تاني جيت وخليتني كل علام كل علاش نوم محلاش كل علاش الواقع للحادث اللي كاين هو اننا فرحين جدا فرحين بهذه الذكرى، ذكرى عيد الشباب، ذكرى الثوره والملك والشعب، ذكرى عيد العرش، ذكرى عيد الكبير. الله يجعلها نهار مبروك على الجميع وعلى على هذه المنطقه بالخير والبركات. والواقع اللي كاين اننا فرحانين بمنطقه كانت مرت بنكبه كبيره جدا، هي نكبه الفيضان في 2009، ولكن اللي كنشوفوه الان ماشي جماعه اللي مرت بنكبه، بالعكس جماعه اللي مشات بعيد وفي ظرف وجيز. فكنتمنى كل الاقاليم ديالنا وكل الجماعات ديالنا سواء قرويه او حضريه يكون عندها هاد يعني هادشي اللي شفناه، يعني ميزانيه الدوله كما نقولوا تمشي مع الشعب، هذا هو اللي كنطلبوا. والحمد لله يعني فرحانه بزاف لان المنطقه كنعرفها مزيان وكنعرف اللي مر بها، ولكن شفت اشياء عجبتني بزاف، منها الطرق، منها اليوم فرحه انه جيت في الوقت اللي تطلق الماء والضوء، منها تبارك الله الهدر المدرسي ما غاديش يكون لان التنقل هو اصعب شيء ومسهلين لهم التنقل، منه يعني عده طرق اللي موجوده، يعني مرافق جدا اللي شفتها جد 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 مهمه، البنيه التحتيه المهمه موجوده، وهذا كيدل على شيء، يدل انه هناك تنميه. وكما قلت الاخوان الاخرين انه الفساد ما عمش المغرب كله، فهناك ناس اللي كتشتغل. هل دمرارة من العشق هي اجمل تعبير انا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.